انهيار العملة اللي حصلت في زيمبابوي وصلوا إلى درجة أنهم يشتروا العيش بقطع الذهب اللي عندهم. فلفوا لفوا 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 ورجعوا لما له قيمة. ليه؟ لأن ثقتهم في الحكومة التي طبعت هذا انهارت، ولكن الثقة بالذهب مستمرة لأنها غير مرتبطة بأي حكومة وغير مرتبطة بأي اقتصاد. ففي إحدى الممرات هنا في المطعم، من ضمن تصميم الأرض، الباركيه حق الأرض، تصميم الممر كله عبارة عن الأرض بنيز. في على الأرض هنا تقريبا 3500 بني تساوي 35 جنيه. هذا مستحيل كان يحصل عام 1900، لأنه كان لها قيمة. ال 35 جنيه استرليني عام 1900 كان ممكن تدفع إيجار شقة 4 أشهر. اليوم ال 35 جنيه ما تدفع إيجار يوم. اليوم ما في ولا شيء ولا شيء في بريطانيا تقدر تشتريه بالبني دي. كلنا نريد الحصول على الحرية المالية عند التقاعد، ولكن ما معنى أن تكون حر ماليا؟ البعض يعتقد أنه علشان أكون حر ماليا معناها لازم جمع فلوس كتير في البنك، يكون عندي 10 مليون دولار مثلا وبعدها أكون خلاص حر ماليا، وهذا اعتقاد خاطئ. لأنه 10 مليون دولار دي لما تصرف منها وتصرف 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 ستنتهي، هتختفي، وبالتالي لن تكون حر ماليا. فما معنى الحرية؟ مفهوم الحرية المالية هي أن تكون عندك أصول كثيرة، ومن هذه الأصول يأتي دخل، وهذا الدخل يكون أعلى من مصاريفك السنوية. يعني هي أصول شقة أو أسهم قاعدة تدر أرباح ودخل، وهذا الدخل أعلى من مصاريفك السنوية، وقتها تكون حر ماليا. واحدة من أحسن وسائل الاستثمار دائما على المدى البعيد العقار. نشوف العقار في أمريكا من عام 1970، نجد أنه على المدى البعيد دائما السهم لفوق، تجد فيه هبوط أحيانا، ركود للأسواق أحيانا، بعدين صعود. حتى عام 2008 نجد أنه فيه هبوط، ولكن نجد بحلول عام 2013 بدأ أيضا السهم يطلع. فعلى المدى البعيد العقار دائما من أفضل وأحسن الاستثمارات. نضرب مثال العقار في كاليفورنيا مثلا. عام 2000 إذا اشتريت عقار ب 125 ألف دولار، بحلول عام 2013 هتكون قيمة نفس هذا العقار تقريبا 225 ألف دولار. موضوع استثمار في العقار، بعض الناس تعتقد أنه لازم يكون عندك ملايين علشان تقدر تستثمر في العقار، في أرض ولا في بيت ولا، وفي حلول أخرى للأقل دخلا برضو يخليهم يعني يستطيعوا أن يستثمروا في العقار، أنه الواحد يقدر يشتري ما يسمى بالستورج. هذه المخازن عقار، شوفوا بعض المخازن الآن في لندن مثلا موجودة، ممكن الواحد يشتري مخزن ويؤجره على الناس.